تم إنشاء أو استحداث هذا المكتب باختصاصات صلبها هي اختصاصات وزارة العمل، ولكن بما يتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات لهم من ناحية التدريب والتأهيل والتوظيف وإتاحة فرص عمل جديدة لهم، وكذلك تهيئة البيئة المادية واللوجستية لتمكينهم من العمل. وعدتنا البعثة بتقديم الدعم الكامل بما يتناسب مع البيئة الليبية لخلق استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة التخطيط وباقي الوزارات التنفيذية لأجل تحسين الوضع المادي للأشخاص ذوي الإعاقة والوضع الاجتماعي لهم وآلية تمكينهم في الحياة العامة وحفظا لكرامتهم حسب ما يهدف إليه أهداف التنمية المستدامة.